على فقرتنا الأخيرة يا نور، سكتشات مسرحية اجتماعية تروي قصص عن أنواع العنف ضد المرأة كانت أشبه بالواقع الحقيقي. هذا العرض المسرحي رح نحكي أكثر عنه، رح يخبرنا عنه أكثر الياس بغداني اللي هو مخرج العرض والمسؤول عن الأفكار أيضا. صباح الخير الياس، أهلا وسهلا فيك. هلا صباح الخير، كيفكم؟ يسعد صباحك. بالبداية خلينا نحكي عن العرض والفكرة بشكل عام. هلا العرض هو كان تحت عنوان سافرت الخطر، بتمثل حالات واقعيه تمت ضمن بازار خيري بترعاه هيئه مار افرام السرياني. هذا البازار مقدم كثير خدمات للنساء وهيك طاولات وبازار خيري، فانا قلت لهم ما رح اساوي مسرحيه، رح نساوي شيء واقع. بظن يمكن هي الفكره مانا جديده، هي مطروحه بدول عربيه تحت اسم الصدمة اللي بيفوت شخص بحالة واقعية وبيصير هذا الشيء. أنا اتخذت من هذا النمط ضمن هذا البازار واشتغلنا على هذا الأساس، وهيك رجال ومرته فاتوا يتخانقوا على العلن قدام العالم والعالم صدقت يعني. كانت الفكرة مختلفة، يعني في تفاعل، فبتلاقي كتير بشكل بصراحة مختلف. يعني تفاجأنا لردة العالم بطريقة فظيعة، لأنه ما بيصفوا صفوا مع المرأة ضد الرجل. وفي هذا رجال طبيعي. وفي رجال يعني النفس اللي كانت موجودة والروح اللي كانت موجودة ضد الرجل كانت كثير كبيرة. أنا خفت يعني، أنا نحن مدة السكتش 5 دقائق، بس 5 دقائق نحن كنا عم نرجف لأنه خايفين ياكل قتل الممثل، كنت موزع متطوعين من الهيئة يكونوا حوالين البازار وشي 6 7 8 متطوعين هيك بس يدرسوا ردات فعل الناس مشان اذا حدا هم بحركه دغري يساهم يقول له انه هذا تمثيل. نعم، نخفف. يعني هو ستايل جديد بعيدا عن العروض المسرحيه، هي تمام. كان عروض بقلب بازار والبازار الخيري، ويعني كل الرساله هي لحتى نحمي المراه، لحتى نعطي حقوقها او نفهم المراه شو هي حقوقها لحتى ما تكون مظلومه بالمجتمع. ولكن خلينا نحكي يمكن ما بعد العرض، يعني اكيد ضحكوا العالم، بس في عالم اكيد بكيت لانه هي عايشه ممكن عنف ببيتها، هي ما بتسترجي تحكي، هي عايشه حاله ما فيها تروح وتفصح عنها الى الجهات المعنيه. خلينا نحكي عن هي القصه. لخبرك حادثه صارت بنفس هي امبارح، نحن امبارح كان اخر يوم بازار، اخر يوم بالعرض. اللي صار امبارح انه في طفل تحت بعد ما شاف هذا الشيء قام قال لهم انا هيك بصير عندي بالبيت. هي الصدمه كانت انه دعت الاخصائيه النفسيه تنزل تحكي مع الطفل ليشوفوا شو عم بيصير بالبيت. هلا الام حاولت تسكته للولد، الاخصائيه قنعتها بانه هي تتعامل معه بطريقه سريه لحتى يحلوا هذا الخلاف اللي عم بيصير بالبيت ويشوفوا السبب لانه عم ياثر على الطفل. هو قال له انه هيك بيعملوا البابا والماما بصوت عالي، يعني هو كان في صوت عالي من الطفل انه هيك بيصير عندنا بالبيت. يعني كان عندهم مشكله انه في اطفال عم تشوف هذا الشيء، قلت لا انا ما عندي مشكله، انه دائما الطفل هو بيعبر بحاله حقيقيه. بيصير معكم من اي انواع عنف نحن تم عرضه، بتمنى تجوا تتواصلوا معنا وتحكونا، لانه نحن كانت الفكره عم نورجي انه هي الصبيه او هي المدام هربانه على هيئه مار افرام لتحمي حالها من جوزها. فهيك كان الكونسيبت. هيك كانت ردات الفعل المختلفه، يعني هو الهدف من العرض او السكتش لما يكون تفاعلي بين الناس، بتشوف ردات الناس مختلفه لانه كل واحد عم يعيش جزء من هيدا الشيء بقلب بيته، ونشوف قديش فعلا ردات الناس بعدها محافظه على هي التفاصيل النخوه، قديش نحن بعدين محافظين على هي يمكن العيشه او السلام الداخلي بين بعض، بس لما نشوف هيدا التفاعل وردات فعل مختلفه قديش بياثر عليكم. يعني مو فقط مثل ما قلنا عم نحكي عن مجتمع كامل، لما المراه تكون معنفه بياثر على عائلتها وعلى طفلها. يعني اعطيت مثال يمكن كثير مؤثر خلال العرض. تمام، وحتى نحن بعد السكتش كانت الاخصائيه النفسيه عم تحكي بموضوع الانواع العنف والشيء اللي عم بيصير، وركزنا بحكم انه نحن حاكيين بس 4 انواع عنف اللي هن الجسدي واللفظي بسكتش واحد، الجنسي هو التحرش بسكتش ثاني، والاقتصادي اللي هو بيمنع المراه من العمل كنوع ثالث. ركزنا على الهامش على الزواج المبكر، حكينا على التهديد الالكتروني والابتزاز الالكتروني اللي بتتعرض له المراه، وحكينا كمان على يمكن هذا الشيء كان كثير سري وما نحن ما هيك ما قدرنا نتفاعل معه، بس شفناه بدول عربيه ونحن موجود عندنا بس لساته سري. هو العنف المنزلي ضد المراه اللي صار ضمن الحجر الكورونا.
صحيح. تعرضت له كثير نساء زادت حالات الطلاق كثير كثير، للاسف ما في قانون يحميها بهذا الوضع، ما في شيء قدر ينصفها غير انه تتطلق. رغم كل التطور يعني بتقول انت بال 2020 ما زالت بعض الخبايا موجوده كثير بين العوائل والمجتمعات، بعد الناس ما عم تقدر تحكي عنها. تحت اطار اسرار بيت يعني. صحيح. هو ما نو سر بقي، هو صفت مثل ما التجأت لصافره الخطر، هو صار فضيحه. انا بشجع كل نساء السوريين تحديدا او السوريات يساهموا بالدفاع عن حالهم بهي الطريقه، في قانون بيحميهم اي، في مواضيع بتحمي المراه تحت اطار انواع العنف اي، في انواع لا مثلا مثل التحرش هو ما انه مبرر لدى القانون، كمان هذا شيء سيء بالنسبه لنا، لانه اليوم على العجقات اللي بنشوفها بالباصات ولا بالباص الاخضر ولا هي القصص، كمان المراه كثير بتتعرض للعنف او لهذا النوع تحديدا كثير يعني. ف نتمنى هذا الشيء حد، والقانون دائما لما بيطلع بهيك بحد من انتشار هاي الظواهر اللي عم بتصير. ونحن بنتمنى اكيد من كل السيدات انه تكون اكثر جرأة، مثل عرضك يلي كان أكيد. بين البازار وبين العالم، يلي هو يعتبر هو جرأة وفكرة جديدة عم تنطرح بين الناس. الياس، قبل ما نختم يعني خلينا نحكي، ما بعد العرض دائما في تجدد بالافكار، ودائما بعد النجاح يمكن في مسؤولية على عاتقك بتطلع اكثر. جايين على كريسماس، على نيو يير، في عندنا ظروف صعبة، ولكن ما بدنا ننسى انه نحن ممكن نجسدها بطرق مختلفة ثانية بتخص الفن وبتخص التمثيل. شو عندنا جديد؟ هلا على كريسماس في عم بعمل على عم يعني هيك عم كون شوي مع الاطفال تحت اطار الدمى، فعم نعمل مسرح عرائس للاطفال، عم بشتغل على هذا الاطار لشوف هيك يضيف فرحه للطفل، اطلع شوي من اطار بابا نويل بحكم انه صار منتشر كثير بطريقه كثير كبيره، فانا هيك عم روح شوي لقصص للاطفال تقدر تعطي هيك يعني. دائما نحتاج بابا نويل بالبيت نحن اكيد اكيد. نتمنى لكم التوفيق بجميع خطواتكم القادمه، والعروض تكون مميزه مثل هيدا العرض. شكرا كثير لك. شكرا لكم، وشكرا لكل القائمين كانوا على العمل ضمن هيئه مار افرام السرياني. اذا فيني هيك بطريقه سريعه اتشكر ديانا يازجي وسميه وميري، شكرا كثير على كل شيء قدمته، ويعطيكم الف عافيه. شكرا الياس، شكرا كثير لك.